أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أنتم تتابعون قضاياكم، حلقة أخرى من حلقات التمييز في المجتمع. هذه الحلقة خصصناها للتمييز فيما يتعلق بالمهن، مهنة الحلاقين والجزارين على وجه التحديد. وإن كان قبل الفاصل قد استمعنا لبعض من تحدث عن التمييز بشكل أوسع، وهذا ما سأسأل فيه زكريا. بعض من كانوا في الاستطلاع الذي أجراه الزميل محمود الحميدي تحدث بأنه التمييز أوسع، القبيلي حتى القبيلي على اعتبار أنه طبقة لا يستطيع أن يتزوج من الهاشمي أو العكس، وهذا هو تمييز، لكن في النهاية استطاعوا أن يتجاوزوا. أنتم ما الذي فعلتم عشان تتجاوزوا هذا التمييز؟ والله في عدة أشياء. إحنا أقمنا من قبل ندوات، وحاولنا أن إحنا من خلال التعليم أن إحنا نتجاوز هذه إزالة الفوارق بين الطبقات. يعني من خلال التعليم حاولنا أن احنا نزيل عقبة. نحن الآن لا تجد عندنا التهميش اللي هو موجود الآن يمارس ضد الأخدام. في مننا متعلمين، في عندنا كوادر، في عندنا هذا، لكن هم بطبيعتهم في أشخاص برضو عندهم العقد أنه لا يستطيع أنه يشوف نفسه على أنه حلاق في وظيفته، مع أنهم في وظائف عليا كثير من الناس. لكن الآن نحن نحاول أن ننشر التوعية من خلال العلماء، من خلال وزارة الأوقاف، أن تخصص لنا ندوات تحارب في التمييز بشكل عام. يعني إحنا قلنا في السابق أنه مش نحن ضدنا بس التمييز، أنه مارس ضد القبائل على قبائل وفئات على فئات، ونحن من هذه الفئات. أخي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، نسيت شيء أول. نسيت، طيب لما تذكر بنرجع لك. الشيخ محمد أيضا طرح آخر، أنا كنت سألتك في البداية عن موضوع الحديث وتبين أنه الحديث فيه ضعف. جزء آخر، البعض يتحدث على أنه بعض المهن تكسب صاحبها القسوة، ويخلي الناس ينفروا من 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 أصحاب هذه المهن، حتى فيما يتعلق مثلا برعاة الإبل، أنه وهذا يدرجوا في نفس المجال. هل هناك وجه للمقارنة، وهل هذا الكلام أيضا صحيح ودقيق، أنه الجزارين أو غيرهم هذا تكسبهم القسوة نظرا لأنهم متعودين على الدم والذبح وهكذا؟ احنا نشي نتأكد من هذا. بالعكس، احنا رأيناهم من ألطف الناس، سائرنا ناس كثير ورقيقين وحبوبين ولولا الشاعرية هذا يطرح بالنهاية، هذا يطرح الشاعرية المرهفة عندهم، ما وجدت عندهم هذا الصبر. حقيقة عندهم صبر وتحمل أكثر من أبناء الشرائح الأخرى. الفئات في المجتمع فيها كلها الله عز وجل جعل فيها الصالح والطالح، فالصالح يزداد صلاحا في مجتمعه، والطالح إن لم يستمر يمكن يزداد. فعمر رضي الله عنه كان فيه شدة، كانت شدته في الخير، وأبو بكر كان فيه رحمة، كان رحمته فيه خير، فتوازنت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا جاء الشرع؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لو لم يكن هذه شدة لأنها الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم أحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يا أخي لا يوجد هذا الكلام، بل بالعكس تجد في كل فئة. ليس المسؤول عن هذا الفئة التي ينتمي إليها، المسؤول نفسيته. أما استشهادك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين في الحديث أن الغلظة والشدة في الفدادين أهل الإبل، ويعني الرحمة والسكينة وكما قال في أهل الغنم، هذه تكسب نوع من الكسب. فعلى هذا نقول للإخوة الذي بيجروا الغنم هم أرقوا قلوبا وأرحم. طيب أنا سأسألك في نفس الاتجاه وفي نفس الاستطلاع الذي سمعنا، التمييز أحيانا يكون موجود، كل واحد فينا يريد أن يقول أنا الأفضل منك، لكن استطاع البقية أن يتجاوزوا هذا التمييز. استطعت أنا وأنت وكلنا أنه لا نميز بأنه أنا فلان وهذا هاشمي وهذا غير هاشمي، مع أنه مش عارف واحد إلى أي درجة أنه هذا هاشمي وهذا من سلالة الرسول حق ولا باطل. أيوة نعم. كلنا إحنا علينا لا ندخل في النقيض، لا ندخل، لكن أقول أنه الناس تجاوزوا، الناس استطاعوا تجاوز هذه النقطة. فمن المسؤول عن عدم تجاوز نقطة أنا حلاق أو أنا جزار؟ من ينظر إليهم ولا هم أنفسهم؟ يا أخي المسألة هي نسبية. أول شيء البيئة لها دور في المجتمع، ضعف الوازع الإيماني. يعني أحد التلاميذ أتى إلى قال أبوه ليش فلان جاء دكتور وأنت طلعت هكذا غبي أو حمار، يعني عز الله السامعين.
قال يا أبي أنا منذ صغري وأنت تنادي، أبوه ينادي منذ صغره يا دكتور يا دكتور، فطلع دكتور، وأنا من صغري تدعوني يا حمار فطلعت حمار. يعني هذه ممكن رسالة لهم. لا لكن المسألة نسبية، أنا الآن عندما أصافحك الآن هل تألمت؟ أكيد لو فيك جرحانة. أنت تألمت من القلب. لو فيك جرح، لو فيك جرحانة يا أستاذ عبد السلام ستتألم. إذن عليك أن تداوي جرحك، أن تداوي جرحك بنفسك. نعم أنا أيوة هي مسألة نسبية، ألم نصفي من هنا قوية. أيوة قوية. نداوي، لكن من الذي يداوي الجرح؟ مثل ما قال الأستاذ عبد الله جزاه الله خير، وأنا أشيد به يعني، وأتمنى من وأعرف كثير من هذه الفئة ناس أثبتوا أنفسهم. من الذي يداوي الجرح؟ هم. العلم، العلم، لأنه قلة فرص التعليم هي التي حطمت الناس. قلة كان زمان يقول القبيلي ما يتعلمش، مع علم يتم ذل للقبيلي نفسه، يقول ما تعلمش ما يبيعش، ما يدخلش يبيع في المدينة عيب، لاجل توقع الثروة والكذا دولة بين ناس يعني مخصصين. إذا جينا نفصل يا أنا أشوف أنكم بتعكوا بموضوع كذيك والأستاذ يشيح، كيف ما الذي يمكن أن تفعله هذه الشريحة لانتشال واقعنا المجتمع؟ أكيد هذا هو، هذا السؤال هو مهم جدا. أنا أقول لك أنه حتى لو طلعك الآن 90 دكتور من أبناء الشريحة هذه من النخبة المتعلمة، ستجد من يسمهم هكذا، هو لا جزر هو لا حلاق، ولو كان ما هيش متعلم جين. المسألة هي ثقافة، إذا جينا نبعد عنها هي ثقافة غورست اجتماعية. البعد الديني ولا واحد يقول لك، كل واحد يقول لك إنما المؤمنون إخوة، الناس سواسية، من ترضوا دينه وخلقه. يا أخي المسألة مسألة اجتماعية، مشكلتنا مع المجتمع ليست المشكلة مع لا حتى القوانين. القانون ممكن تقول قانون أي واحد يتلفظ بلف عنصري سنة سجنة 6 أشهر، ستجد من يمارس الأذى بشكل إلا منع نصب ثقافتنا على الثقافة هذه، لننتزع ثقافة تمييزية ونزرع ثقافة أخرى لن نستطيع أن نتجاوزها. بالنسبة للمميزين لما نقول المهمشين، نحن أصلا لسنا مهمشين في الحقيقة، حتى لا، لأنه في بعض الناس يقول ليش تقول أنت مهمشين، ليش تقول أنت مشرح. أنا أقول كتركيب اجتماعي، لكن عناصر التهميش ثلاثة باختصار. مثلا كالفئات تسحب السعود الحمراء مثلا، هم يسكنون أطراف المدن، لديهم بشرة تميزهم، هذا موجود في كل العالم كله، محرومين من التعليم إلى حد ممكن، يسكنون في محو، وهذه أخطر أنواع عنصر التمييز تمام، أنهم يسكنون في محو. لكن إحنا لا، إحنا لا يوجد أي فوارق بيننا وبين أي شخص الآن إلا أن يقول لك هذا الاسم. أصله كذا، أصله حلاق، أصله جزار. التمييز الآن ليس على بعد مهني كما تقال حتى أنت الآن، بعد مهني هذا بعد بسيط. الآن في ناس من جد 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 كان جزار تمام، والآن قدم دكاترة بالجامعة يقولوا لهم من هذا الأصل، ويتم عزلهم في المجتمع ويحصل طلاق. على ذكر على ذكر على ذكر، لكن إحنا انتزعنا، حتى أقول لك انتزعنا، تعلمنا تعلمنا ثلاثة مظاهر لانتشار أي فئة اجتماعية. أول شيء مظهرك وشكلك، يجب أن تهتم مظهرك وشكلك. وأنا أتكلم في يوم العالم العنصري، وقال خلقنا من ذات شو أول حاجة نهضبت البس يا أخي تمام، قال لك أنا الله خادم يا أخي البس تمام طيب. واحد الشيء الثاني لو تقطع كلامي مع على الشيء أسدي، العلم، العلم هو برضو يلعب دور كبير جدا في الجانب هذا، لأنه هو ميزان. الشيء الثالث هي السياسة، أنا أجدها السياسة تلعب دور كبير جدا في انتزاع مكانتك الاجتماعي، لأن الاجتماع يتيح فرص، وهذه الفئات هي تقلت فرصتها التي تقدر. وانا سأسألك الان، انت طبعا تحدثت عن موضوع الاقدام قبل قليل. الاقدام معهم تكتل سياسي اسموه اقدام الله. نعم وما احد انكر على هذا، انتم كان لكم تكتل، ربما اردتم ان تشهروا تكتل، لكن الملاحظ انه حتى في التكتل هذا ما التف حولكم الا هذه الشريحه تمام، على اساس انه اي ليش انا اقول، هل انتم كان مقتصر هذا، هل كنتم انتم مقتصرين في اشهار التكتل السياسي على هذه الشريحه؟ الشيء الاول. الشيء الثاني، انتم في الوضع الحالي وانت تتحدث عن عمل تمييز، اهل لان تشهروا تكتل سياسي تكونوا قاده؟ نعم نحن اهل لذلك. وانا اقول انت كلمني انت طرحت سؤال وجيه جدا، اقدام الله عن طريق من حذيفه اشهروا في قلب مؤتمر الحوار الوطني ونجحوا في ذلك. انا اقول لك هذه الفئه، لا أخفيك أن هذه الفئة هي إلى الآن إلى حد الآن هي أنجح مننا في كثير من الأشياء. هم استطاعوا أن يعرفوا الشارع بنظافة، أضربوا فعلوا جماعتنا للأسف. وهذه رسالة أوجهها من فمك لهم عن طريق قناتكم، أنه أنتم سبب في هذا الأشياء. نحن أشهرنا حزب سياسي ليس على أساس فئوي ولا على أساس طائفي، حزب فقط من قام به مثلا أنا أسست هذا الحزب، وحاولت أن أجمعهم وأن أكتلهم أن التفوا حولي في هذا الجانب، هم التفوا وسيلتفوا وزالت الفكرة في الرأس وسأعمد عليها، لكني لم أجد التفافا. وهذا السؤال أنا أوجه لهم الآن، لماذا، ما الذي يضيرهم في ذلك؟ هناك فريق يسبك أنه لا يجوز تكتل هذه الفئة، ما الذي يجمعنا أصلا هنا؟ نحن لسنا قبيلة واحدة. أنت الآن ستكرس ستقنن. أنا لم أفتح الحزب على هذا، إذا الآن قلت أن الحزب حقنا أول شرط من شروطه هو الكل يمني ويمني. أنت تدعو الآن، لا تدعو لهم، أنت الآن تدعو تقول أين هم، لماذا لا يتكتلون لي؟ ما قلت أنا ما يتكتلون. من تقصد؟ المجتمع كله، بس أنا أقول لك هناك وصمة تقول هذا جاي يشكل حزب، أنت مش من حقكم. هل تصدق أن ما يقول لك أنت مش من حقكم السياسة؟
شو تطلعوا مجلس النواب، شو تطلعوا رئاسات، شو تطلعوا انتم، شو ترشحوا انت لهم زي انت حق مقسمه وحق مقاس فقط. احنا انا ليش انا اشهرت هذه الاشياء على اساس اكسر هذه القاعده اللي تقول لك انه هذا البعد التمييزي، البعد المهني. انا شقمت البعد المهني هذا عاد ولا زال عند لا يوجد تمييز مهني ولا يوجد تمييز احتقاري ولا يوجد احد يحتقر المهن. كل المساله هي بعد اجتماعي، ثقافه اجتماعيه كيف نقتلعها. احدى اسباب اقتلاع الثقافه ان تجد نخبه من ابناء هذه الشريحه متعلمه بارزه سياسيا، لان السياسه في حد ذاتها هي من انتشرت اوباما من واقعهم. كان في امريكا التمييز، ما الذي اصعد اوباما الى الكرسي؟ احدى اسبابه هو السياسه، انه شارك في السياسه. والان احنا اذا شاركنا في صنع القرار السياسي ستتم تخليصنا من كل اسباب البعد الاجتماعي اذا شاركنا في صنع القرار السياسي كفئه اجتماعيه. سأسألك لماذا شخص مثلك مثلا لماذا لا يكون في مكون سياسي كبير من المكونات السياسيه الموجوده الان ويبدا من خلاله كما بدا اوباما بالحزب الديمقراطي ولم يكون حزب اخر. ساعود لك، لكن بعد ان اسال الاستاذ سمير. استاذ سمير، انت في منظمه مجتمع مدني، الكثير يتهم منظمات المجتمع المدني